هذه الساعة نعمة البصر فقدتها تماما. أي تماما منذ الولادة. منذ الولادة والحمد لله، على خاطر أنت تعرف إنسان يكون متعود على حاجة ودنكو يفقدها تكون أصعب بارشة من أنك من أنه إنسان يكون الحاجة ذيك بدأت معاه في حياته من له. مؤلمة المسألة هذه بالنسبة لك أنت؟ ما هيش مؤلمة. أي علاش؟ على خاطر أنا شفت روحي وقت اللي خذيت الباك، شفت روحي وقت اللي خذيت السيزيام، شفت روحي وقت اللي برشا حاولوا يطيحوني وأنا وقفت. بعيد على عائلتك، كيفاش نجم تقوم بروحك بقرايتك بدنيتك بعالمك الخاص اللي صنعته ليك أنت؟ رهواني شوف حاجة، رهو يستفي أنت تحط له بجي متاعك قدامك رهو تنجم. كتابة بالنسبة لي انسبيراسيون، كتابة بالنسبة لي نفس روح. أنت تنجم تعيش حياتك بغير لا تشرب ماء؟ لا، أنا ما نجمش نعيش حياتي بغير لا نكتب. وهذاك الماء عندك أنت؟ هذاك الماء عندي أنا. معقول؟ الأسامي هي هي والقلوب تغيرت والسنين رايحة وجاية والأمان تبطرت. صعيبة شوية راي. واللي راح راح من العمر راح راح واللي راح من العمر راح 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 واحنا ملينا الرجوع خد املنا الشوق راح 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 ولا تجيبوا الدموع ما القلوب تغيري والاسامي هي هي. عندي ما نقول لك ما عليش بي، كل نهار جمعه التسعه خربوعه متاع الليل على التسعه.